شهدت مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة صباح اليوم الجمعة جريمة قتل راح ضحياتها شابين بسبب خصومة سائرية. مسلحين اقتحموا الأوتوبيس الخاص بالمجنى عليهم وأطلقوا النار عليهم وفروا هاربين بواسطة دراجة بخارية. مديرية أمن الجيزة طبعا انتقلت لمكان الحادث وبدأت في فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة وجاري تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهمين الهاربين. التحريات الأولية أكدت أن خصومة سائرية بين المتهمين وبين عائلة أحد المجنى عليهم دفعت القتلة لارتكاب الجريمة. أخبار كتيرة جدا. أول خبر هبدأ بيه النهاردة ندوة مهمة جدا للفنانة ليلى علوي بمعرض الكتاب بتديرها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمال عثمان. هتتكلم فيها ليلى علوي عن مشوارها الفني سواء السينمائي أو الدرامي. محطات كبيرة في مشوار النجمة ليلى علوي هتكون النهاردة على موعد مع جمهور معرض الكتاب. يوم الأحد أيضا في ندوة مهمة جدا للفنان محمد صبحي بيتكلم فيها عن تجربته المسرحية وعن مسيرته في عالم المسرح والسينما والدراما بيديرها الناقد المسرحي والمخرج الدكتور عمرو دوارة. من الأخبار بقى الدرامية الجديدة لمسلسل مصطفى شعبان انضمام الفنانة التونسية رشا بن معاوية للبطولة أمام عدد من النجمات الأخريات. رشا كانت شاركت السنة اللي فاتت النجم هاني سلامة في بطولة مسلسله فوق السحاب. لمتابعي أداء البرلمان هناك جدل كبير الآن على فرض التسعيرة الجبرية على بعض السلع. الدكتور علي مصلحي في اجتماع مع لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان الأسبوع الماضي أكد أنه السلعة الجبرية غير دستورية وأنه لو البرلمان ونوابه عاوزين يطبقوا التسعيرة الجبرية يتقدموا بتوصية مكتوبة إلى مجلس الوزراء أو للوزير المختص ويعرضها على مجلس الوزراء وفقا لحالة الطوارئ التي يقيمها البرلمان والحكومة. وبالفعل النهاردة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة قال أنه هيتقدم بتوصية مكتوبة للجنة لمجلس الوزراء علشان خاطر يطبقوا التسعيرة الجبرية وفقا للقانون، وهيعتبروا ان احنا في فترة حالة طوارئ وفي فترة اصلاحات وانه هنطبقها على بعض السلع الاساسية لفترة معينة وعلى بعض السلع. بعض النواب وافقوا على هذا المقترح والبعض الاخر منهم وكيل البرلمان اكد انه ما ينفعش نطبق التسعيرة الجبرية على حاجات ما ننتجهاش زي ما قال الوزير، وانه ممكن نطبق التسعيرة الاسترشادية مش التسعيرة الجبرية. هنشوف هيحصل ايه خلال الايام اللي جاية ان شاء الله. اتفقت الاطراف اللبنانية على التشكيلة الحكومية الجديدة مساء امس الخميس. اعلن دولة الرئيس سعد الحريري عن التشكيلة الوزارية التي تأخرت لمدة 8 شهور حتى الان. تم حسم ملف الحكومة عقب تنازل حزب الله عن عقيبة أو عن ضم الوزير السني حسن مراد إلى كتلة الحزب، وبعد إعلان إيران موافقتها على تمرير هذه الحكومة. هذه الحكومة التي ستعكف على حل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان في الوقت الحالي. تولت حقيبة وزارة الداخلية لأول مرة امرأة، رايا الحسن، وهي من تيار المستقبل وأحد الداعمين لدولة رئيس سعد الحريري. تم تعيينها كأول امرأة في الوطن العربي وزيرة للداخلية، فضلا عن هيمنة حزب الله على عدد من الوزارات السيادية والخدمية التي تنشط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعول عليه الشارع اللبناني. أعلنت شركة أبل مؤخرا عن تقريرها المالي للربع الأخير من 2018، وجاءت في تصريحات شركة أبل عن نتائجها إن حاليا في حوالين العالم موجود أكتر من 1.4 مليار جهاز تابع لأبل المستخدمين بيعتمدوا عليه. كمان شركة أبل قالت إن من ضمن 1.4 مليار جهاز دول في حوالي 900 مليون موبايل آيفون. رغم الأرقام الكبيرة دي شهدت شركة أبل خلال الربع ده انخفاض لأول مرة في أرباحها منذ عدة سنوات. طبعا احنا عارفين ان احنا عشان نقي نفسنا من تسوس الأسنان لازم نستخدم معجون الأسنان يوميا أو قبل الأكل وبعده، لكن في دراسة النهاردة اكتشفت ان الأطفال أقل من 5 سنين ما ينفعش يستخدموا معجون الأسنان بكثرة، ان دوت ممكن يؤدي لهم تسوس الاسنان وممكن يعمل لهم كمان بقع في الاسنان. ده ليه؟ لان معجون الاسنان بيبقى غني بالفلورايد. الفلورايد للطفل اللي بيكون صغير ممكن يسبب له مشاكل في تجاويف الاسنان ويخلي الاسنان كده يتغير لونها ويتسبب ليها بقع، ممكن بعد كده ده يفضل معاه طول حياته. النهارده عن خبر مهم جدا، 10 اجراءات جديده اعلنت عنها وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني لتحسين اوضاع المعلمين في مصر.
كان أبرزها مسابقة العقد المؤقت اللي هيتفتح ليها الباب 7 فبراير الخميس اللي جاي. أرسل النادي الأهلي ومجلس إدارته خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري بيخطروا فيه برفض النادي الأهلي خوض أي مباراة غير متفق عليها في الجدول المنصوص عليه حتى 30 فبراير الجاري، وده بعد ما تداولت أخبار كتيرة عن رغبة مسؤولين في الأندية الأخرى بتبديل بعض الماتشات مع النادي الأهلي في مؤجلاته، وده اللي رفضه النادي الأهلي شكلا وموضوعا في خطابه النهاردة للجماهير.